عندنا أشياء يصنعها بعض الناس. هنيما دفتي بينو أبانو بمية بجيبا كورا. يعلقون أشياء على البيوت، على السيارات، على الأولاد. أبانو مونكا سانغاشي زي بينو رونكا كونزويا كابيشيرا كومودوكاي أكابيشيرا كوبا نابي أبانو نريم أكابان بكما هيريزي. يضع مثلا أشياء أعضاء من الحيوانات الميتة، رأس، ذيل، بعض الأيدي والأرجل، نعم. هاني ما قفتن هنزوي كباشر هي ميت كو ينما أسكو زاب فوي هنزوي كمان كي ميت كو ينما أسكو زاب فوي كان جوين ديبيني بيجي جو جو سه. يطخ البيت بالدم. هاني ما قشرة هنزوي كيشرة هم مرسو. يضع خرق قديمة. هاني ما قشرة بينو بزاع كيرة. يضع نعل قديمة عند باب البيت على السيارة. أقشرة هو كبايا فتن هي تزاع كيرة كان كازشيرين بري ينزوي كان جوين زوي مدو كي. يضع عين كف. هنيما قشرهو يجي شو كان قصي يتجانز حافر الفرس قطعة من الحديد توضع في رجل الفرس هنيما كواي فتكلا هري بين وجه بشرة كوما فرسي أبان بوري رهو أكواي جشرة كونزوي يضع أشياء من البحر مثلا أقفت بين بجمعني عن جرونا بين بيننا بين بجمعني عن جكواي بشرة كونزوي بعض الأشجار هنيما قفت كان يبتدي بجرب يبيوسه يكتب بعض الكتابات يكتب مثلا لا حسد لا حسود الحسود لا يسود لا يبقى الحسود نعم هنيما كويا فتن هور هنيكينا كويا كوانديكو كونزوتي نهاجو أبانية شري كان قوس مونية شري نهارامبا لماذا تضع هذه الأشياء كويري كشرة يبينو كونزوياوي من الذي يحفظ نيند أوكوريندا من الذي يحفظنا؟ نيند تورين دتقيسي. الله سبحانه وتعالى. ني الله سبحانه وتعالى. هل الله سبحانه وتعالى جعل لنا هذه الأشياء أسباب لدفع العين؟ إيه الله سبحانه وتعالى يا وارد جزبي لابين بيوس دشركم مزوج أشجانكم مدوكا أشجانكم مهيرز تكون بكبا نبا أشجو كوري بيو ببكورة هو يبيجيش. هذا شرك أصغر إذا اعتقد أنها أسباب والله سبحانه وتعالى لم يجعلها أسباب لنا. وكونوا كمان جكاني ما نقوله يا أبو نرى متبيك زكي زرايوكو أري مام فكان الله سبحانه وتعالى أتاري جزبي جري مام. وإذا يعتقد أن هي التي تدفع العين وتنفع وتضر من دون الله هذا هو الشرك الأكبر. أرام متسنو إنه هي أبي شزهوا كواي كم بيكون عنه هريزة كواي أشري بينو بينو كم زويه أيه زين إذا كريب يبي كورا هي كيشي شو تيانغو بي كورا هي شري ويونغو يبا أباها كني أوغها كنا غو كم يافوي موديني كوي رايو كوي زه كوي رأبي نري بيو شرب مفش النبي عليه الصلاة والسلام نبي الأمة إنه ما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم نمو هنوزي وي أمة ياشو لديه أولاد لديه بيت لديه دواب يرى في التبانة يرى في التنزو يرى في التبجين درقوه هل وضع شيئا من هذه الأشياء على بيتي ولا على أولادي أو على دوابي؟ السنة نعيمة محمد صلى الله عليه وسلم يرى في التبانة أما هيريزي أكبر يرى في التبانة يرى شيء زي كونزو يبينو بجمع قفك كجانا قبانا بطيتيري كيشو كانت بطمجيري لشاري هل وضع الصحابة هل وضع السلف الصالح؟ لا إذا لا يمكن أن نضع ese abasahaba bintu nk'imana bo bigeze bakora ibikorwa nk'ibi ngibi cyangwa se ababakurikiye mu byiza igisubizo nuko batigeze babikora hanyuma ntago bishoboka ko twasenga kubarusha cyangwa twakora ibibarenze na'am عندنا اشياء جعلها الله سبحانه وتعالى اسباب مثال شرب العسل سبب مثلا لدواء الم البطن هذا تاخذ العسل لا تضعه وتتصور معه او تضعه على البيت لا تشرب العسل جعل الله سبحانه سبب تعتقد انه سبب الدواء سبب الرقية الشرعية سبب هذا يصح هنيما دفيت ابجي الله سبحانه وتعالى تقبل هم بمريمان تجري مهم فزك وبتقاف مو ببزو تريمو ورجلو نبو من الرقوة كوايا عنبوتي وبوتي أفيت ين الرقوة من دكوايا عنبوتي وبوتي نبغو بكاي مهم في كوابع مجهزة ومن نبغا كيزير كريم مهم فاري كيزاري الله سبحانه وتعالى إذا الناس ثلاث أقسام هنيما بانو بريمي بتشبيتات شرك أكبر كوبا أمونو يا قم مبويه بكمي أكفى مدين شركة صغر كان قصي أكوا يا بانجي كنيمة أنا كوبا بانجي كنيمة أنا قطوي وجائز هم ينبجيميو جائز رقية شرعية أو دواء أو أعشاب شيء معروف تعتقد أنه سبب أما تضع هذه الأشياء لا هذا أما شركة صغر أو شركة أكبر والله أعلم. هنيما إبجيمي وين هو كم منو يجي كم عن غفتو متي بينجيبي أيزين إذا يكو ينقو يرو متي ووجن وينقو أرقواي نوا كيزرا يكو ريمهم فو أجيغو كورا كان غو سكوبا أمونو أشوبرا كوبا يأكل زين ديمهم فو زاز أشوبرا كم كورا موبي بازاري مو أليك مهم فو زيزو يكو ينقي ريمهم فو إيشوبرا كوبا yake muri kibazo cyawe nabwo akizera ko ari impamvu agiye gukorera Allah subhanahu wa ta'ala na huwa mufasha mu bibazo bye ari Allah subhanahu wa ta'ala gusa